علم منذ البداية أن نوعاً واحداً من الكتابة لم يكن ليشبع إبداعه، فخاض في كل الطرق ووصل فيها كلها إلى محطات مهمة. إنه الكاتب الروائي والصحفي عزة القمحاوي، الذي بدأت رحلته مع الكتابة منذ بداية التسعينيات. وما بين مجموعته القصصية حدث في بلاد التراب والطين، وحتى آخر أعماله الطاغ يقتل الكاتب ينتحر، رحلة مهمة وممتعة. ولد القمحاوي في قرية ميتسهيل بمحافظة الشرقية عام 1961، وبدأت مسيرته المهنية منذ التحاقه بكلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1979، والتي تخرج فيها من قسم الصحافة عام 1983. ومنذ ذلك التاريخ عمل متدربا في صحف الجمهورية، الأحرار، الأخبار، ثم أخبار الأدب، التي وصل فيها حتى منصب مدير التحرير، ومنها إلى مجلة الدوحة الثقافية، حيث أدارها من مايو 2011 حتى سبتمبر 2013 جنبا إلى جنب مع إبداعي الأدبي المستمر. وعلى الرغم من إصداره مجموعته القصصية الأولى في بداية التسعينيات، فإنه لم يضع نفسه أبدا، ولم يضعه النقاد ضمن جيل أدبي معين، ولا ضمن كتاب نوع واحد من الأدب، فهو دائم التجريب من عمل إلى آخر. وإن اشتركت أعماله في خطوط عامة كالسخرية والفانتازيا والسعي إلى سعادة الإنسان، حظيت أعمال القمحاوي باهتمام جماهيري ونقدي كبير، لا سيما كتبه العابرة للنوع العصية على التصنيف، والتي بدأ بكتاب أليك في المباهج والأحزان، وتبعها أربعة كتب أخرى. كما عرف مشواره العديد من الجوائز، منها جائزة نجيب محفوظ في 2012 عن روايته بيت الديب، بينما وصلت ثلاثة من أعماله للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، وهي رواية يكفي أننا معا، وكتاب غرفة المسافرين، ورواية غربة المنازل.